عملا على زيادة الوعي بين الطلاب من أبناء جامعة سوهاج وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. كانت الندوة التوعوية لطلاب جامعة سوهاج حول مخاطر الإدمان. تحدث فيها الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تبذل جهودا حثيثة في ملف مكافحة الإدمان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال تفعيل الخطة الاستراتيجية القومية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية عن أضرار المخدرات، وكذلك إنشاء مراكز علاجية تضاهي المراكز العالمية لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان. تحدث خلال الندوة الدكتورة ندى عبد المحسن منسق برنامج التوعية بمكافحة وعلاج الإدمان. كذلك شارك في هذه الندوة العميد أحمد المشنب رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. استعرض المشاركون التأثير السلبي للمخدرات على كافة أوجه الحياة للفرد والمجتمع المحيط به. احنا النهاردة كنا عاملين لقاء بالتعاون مع جامعة سوهاج عن أضرار المواد المخدرة، وده كان بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع. الندوة النهاردة اتكلمنا عن أنواع المخدرات المختلفة، عن الآثار السلبية لتعاطي المواد المخدرة، عن الخدمات العلاجية اللي بيقدمها الصندوق والخدمات الوقائية. وفي نهاية اللقاء تم تكريم متطوعي بيت التطوع الموجودين في بيت تطوع صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي بجامعة سوهاج على جهودهم اللي بيقوموا بيها على مدار العام الدراسي. احنا عندنا كصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي في بروتوكول تعاون مع جامعة سوهاج ومعظم الجامعات وكل الجامعات في جمهورية مصر العربية. الندوة دي كانت من ضمن الندوات اللي بيتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعة. احنا نفذنا حوالي 7 أو 8 ندوات في كليات مختلفة، كلية آداب، كلية حاسبات ومعلومات، كلية حقوق، مختلف الكليات عرفهم بالخدمات العلاجية اللي بيقدمها الصندوق. احنا الندوات بتاعتنا فيها شق وقائي بنعرف بالأضرار ومخاطر الإدمان وطرق التوعية، بجانب ان احنا بنرشد الطلاب او اللي عنده مشكلة في تعاطي المواد المخدرة انه يتوجه للعلاج في مستشفيات التابعة لصندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 16023. بنوجههم من خلال دوت الرقم الخط بتاعنا، بيدي المشوره وبيوجه الاماكن العلاجيه، وكمان من ضمن المزايا بتاعته ان هو شغال على مدار 24 ساعه. بنستقبل من خلال الخط الساخن برضو البلاغات للابلاغ عن تعاطي سائقين حفلات المدارس، كمان الابلاغ عن تجار المخدرات، ودوت بيتم توجيه البلاغات ديت من خلال الصندوق للاداره العامه لمكافحه المخدرات. كنت شغاله في البدايه لما كنت بدرس في الجامعه داخل الجامعه، بننزل حملات توعيه للطلبه في الجامعه، وكمان دلوقتي شغالين في برنامج المدارس وبننزل برضو قرى واماكن كتير جدا، يعني مش مقتصرين على الجامعه. وبمناسبه اليوم العالمي للتطوع النهارده حابه اشكر كل المتطوعين على مجهوداتهم، وحابه برضو ابدي اعجابي باليوم بتاع النهارده، واشكر اللواء احمد المشنب اللي تواجدوا معانا. بجد استفدنا بمعلومات كتير جدا، مع ان انا يعني متطوعه وعندي كم برضو من المعلومات، ولكن الندوه كانت جميله جدا وكان فيها معلومات حلوه خالص. النهارده ما يقارب من سنه في الصندوق، الصندوق وفر لي حاجات كتير، اخدت معسكرات واهل ان انا انزل لدرجه اكبر من كده، وهي ان انا اكون مدرب متطوع في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. بنزل مدارس، بتعامل مع فئات الاطفال، واحنا يعني اوريدي مسموح لنا ان احنا بنتعامل مع كل الفئات كبار او صغار عن توعيه المخدرات ومدى اضرارها. بنستخدم وسائل تعليميه حديثه، بنستخدم الوسائل اللي بتخلينا نوصل الرساله صح من خلال المدارس، من خلال مراكز الشباب. حاليا حتى في الجامعه بننزل تبع بيت التطوع، بنحاول ان احنا نوصل الرساله صح عن طريق رسالتنا في الجامعه مع الطلبه من خلال التوعيه. وده يمكن الجانب اللي احنا بنشتغل عليه، هو الجانب الوقائي او جوده او الجانب التوعوي في الجامعه، ودورنا احنا كشباب وده اللي احنا بنعمله. وهدفنا واحد اللي هو هدف التقليل من مخاطر المخدرات، وايه الوسائل اللي بتخلينا نوصل لكده، وازاي نتعالج او نتخطى الحاجز العصيب ده بينا، من خلال ان احنا بنقول لهم دايما عندنا الصندوق بيقدم الخط الساخن 16023، تقدر ترن عليهم، بيقدم لك اكتر من 4 حاجات، ان انت ممكن تتعافى تماما بسريه تامه، يبقى عندك تقدر تاخد استشاره منهم، بيعمل لك دمج مع المجتمع. فالصندوق الحمد لله بيوفر لنا حاجات. احنا بنحاول نوصل الرساله دي لكل شبابنا ولكل حد دخل في دايره الخطر، هي دايره المخدرات. داخل ليا سنتين، النهارده كان عاملين ندوه عن اضرار المخدرات بجامعه، تمام، في القاعه الزجاجيه،
وتم تكريم المتطوعين بمناسبه اليوم العالمي للتطوع. تمام، وكنت احد المتكرمين النهارده اللي تم تكريمي من الصندوق، وحابب اشكر الصندوق وحابب اشكر كل المتطوعين بتتطوع او كل الناس اللي بتتطوع في اي مكان تنموي. تمام، حابب اشكرهم. النهارده بالنسبه كان اليوم كان احتفال اليوم العالمي للتطوع، وتم تكريمنا من دكتور محمد شحاته مصرف محافظه سوهاج، ومدير الاداره العامه لمكافحه المخدرات الاستاذ الدكتور احمد حفني مشنب. احنا كمتطوعين التطوع علمنا اننا بننزل مثلا بننزل في كل مكان، بننزل في مراكز الشباب، بننزل في القرى، بننزل في النجوع، بننزل في المدارس، بننزل في كل مكان على مستوى المحافظه. كمان بالنسبة علشان عندنا معلومة فكرة ان سوهاج ولا محافظات الجمهورية في الادمان، فده بيكثف فكرة التوعية اللي بنديها. بنقف مع الشباب في الجامعات وفي المدارس، شباب وبنات هم الاثنين بنديهم نفس التوعية، وبندي للبنات زي الشباب، لان احنا عندنا على مستوى محافظة سوهاج نسبة بنات، وده بيخلينا دايما بنتكلم مع البنات علشان عندهم خلفية خاطئة ان مفيش بنات مدمنة او مفيش بنات بتشرب. لا، في بنات بتشرب وفي بنات، وعندنا نسبة بنات هنا في سوهاج تبع الاحصائيات الاخيرة بتأكد ده. كمان النهاردة كنت من ضمن الناس اللي بتتكرم في التطوع، بشكر الصندوق ان هو مقدم لنا تدريبات معسكرات، مقدم لنا ان احنا نطلع ونكون واجهة مشرفة ليه ونأدي رسالتنا فيه. ندوة توعوية بجامعة سوهاج حول مخاطر الادمان وتعاطي المخدرات من داخل قاعة الاجتماعات بجامعة سوهاج. كنت معكم خالد المشنب لقناة طيبة.